السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبي ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على المدافع القوي، المدافع اللي يقولوا باللي أحمد طوبة وين يحسم مستقبله بخصوص النادي الجديد، يعني وين شاهدنا كيفاش وين التقرير الصحفي والصحيفة تكشف عن الفريق الجديد لأحمد طوبة، يعني وين نقولوا باللي اليوم أحمد طوبة وين تصدر اللاعب الجزائري أحمد طوبة عناوين الصحف الجزائرية في الفترة الأخيرة بسبب نهاية عقده وارتباط اسمه بالعديد من الأندية، وين يسعى المدافع الجزائري أحمد طوبة للبحث عن نادي يستطيع ضمان فيه اللعب أكبر عدد ممكن من الدقائق من أجل ضمان مكانة مع المنتخب الوطني الجزائري. كاع كيما هاكاو وفي الشكل تلعب يا أحمد خويا، يعني وين نقولوا باللي وين فجرت جريدة الصباح التركية مفاجأة بخصوص مستقبل المدافع المنتخب الوطني الجزائري أحمد طوبة لاعب نادي الهولندي الذي ينتهي عقده خلال الصيف الحالي. وانكشفت صحيفة صباح أن اللاعب الجزائري أحمد طوبة وقع على عقد مع نادي باشكا الشهير التركي لمدة 3 سنوات كاملة، رغم أن كانت عنده اتصالات يعني من عدة أندية إيطالية وإسبانية وفرنسية، لكن وين اختار هو حسب الصحيفة التركية وين اختار يعني العقد مع نادي وين باشكا الشهير التركي. كما أكد الصحفي الفرنسي سيباستيان لموقع فوت ميراكتو المتخصص في نقل أخبار انتقالات اللاعبين بأن الدولي الجزائري أحمد طوبة قد وقع على عقد بشكل رسمي مع الفريق باشكا الشهير التركي لمدة 3 سنوات كاملة، وهو منتظر خلال 24 ساعة القادمة من أجل إجراء فحص طبي مع ناديه التركي. المهم دروك اللاعب هذا هو يعرف كيما يقولك المستوى تاعو، هو اللي مكاش لي ينجم تدخل تريع عليه تقول له لا كل واحد تولوز ولا كل واحد الليل ولا كل واحد النيس، ولا كان عنده اتصالات، لكن هو يعرف يمشي الكارير تاعو، يعني من نقولوا باللي كان مع نادي يعني ما يحرقوش هذو ما يحرقش 3 سنين تكون عنده من القدام، ما شحال تكون عنده عنده 24 وعندو 27 عام ينجم يروح النادي وحد اخر. احنا المهم نحتاجوه في المنتخب الوطني، يجينا جاهز بعد ما نقولوا باللي تشوف. قلت لكم ونعاود لكم، قلت لكم اللاعبين تاعنا ما عندهمش انتقالات، يعني انديه كبيره ما كاش انتقالات كبيره ابار اللي نقولوا باللي توب نيفو، كاين راخر كاين بن ناصر وكاين محرز، هادو زوج لعابه اللي راهم نيفو، بدا رانا نهضروا فيها. ان شاء الله بربي يكون عوار يروح لروما، يكون عدلي يقدر بالمكانه تاعو في ميلون، اي تنوري يعني يكون عندنا لعابه يعني اللي يعطوا نفس جديد دماء جديده يعني من اجل المنافسه المناصب في المنتخب الوطني الذي أصابها التمخل، أصابها خمروا. عرفتوا عن اللعابة تاعنا اللي كان مونترينير يعني وين يحوس يعني باش يردهم مشاهير ويردهم يعني مستوى وكلش، قاع يختاروا الخليج، قاع يروحوا للسهلة، يروحوا للسهلة ومن بعد يخرجوا لك اعلاميين ويخرجوا لك ناس عاهرات في اليوتيوب يقول لك انا هدرت على بدران. شفت واحد رد عليا قال لي ما تنساش باللي بن عمري بيدينا كوب دافريكا يلعب السعوديه، بصح حنا كنا نشوفوا المنتخب الوطني يتطور، ما بقاوش نشوفوا حنايا في الخليج. لو كيكون عندك لاعبين مستوى اول يلعبوا في اوروبا، يا خويا انا تاع اوروبا هما الاسبق،
نروح نجيب لعاب اللي يكون متكون في الخار في الخار في في مدارس اوروبيه هما الاسبق خويا. انا ما تجيش تقولي بلي هادو اللي يلعبوا في الخليج خير من اللي يلعبوا في اوروبا، لا راك غلط. هذيك مي كنتو دايرين لنا نتوما تحوسوا على الحريه ودايرين لنا الديكتاتوريه، يخرج لك صحافي ولا يخرج لك تخرج يخرج لك عائله في اليوتيوب يقول لك خط احمر ما كاش لي هدر. اودي حنا ما رناش نهضروا على ما رناش ننتقدوا في السي العربي بن مهدي الله يرحمه، مانيش ننتقد انا في زبانة، مانيش ننتقدو حنا كيما يقول لك في كيسموه في سي مصطفى بن بولعيد، لا حنا هادو ما ننتقدوهمش، حنا هادي لعبة تاع كرة قدم من حقنا نهضرو، شكون اللي غادي يحبسك تهدر يعني في مجال كرة القدم. انا ننتقد كرة القدم، كنا نهضرو يا ودي المستوى تاعنا راه متراجع، والشعب يعرف كرة القدم، الشعب كي كان يعيط على ديلور ما كاش غلط، الشعب كي كان يعيط على احمد طوبة ما كاش غلط، الشعب كي كان يعيط على زدادكا ما كاش غلط، الشعب كي كان يقول عمورة ما كاش غلط. هذا هو الشعب الحقيقي، هذا هو الجمهور الحقيقي، ما عندهمش مش كيما ذوك العاهرات يخرج لك خط احمر، هو راه عارف شا يدير، هو هذه تاع عارف شا يدير. غادي نوصل غادي نجيبو كوب دي موند، هذه تاع عارف واش يدير، ما كاش اللي دخل روحو راه عارف روحو شا يدير، غادي نجيبو كوب دي موند. بصح الناس الجماهير اللي تعشق المنتخب الوطني الجزائري ما يهمها لا فلان لا فلتان، قال لك عموره مع الاول قال لك عموره، الزوجه قال لك طوبه، الثالثة قال لك يا ودي ما طردش ديلور نحتاجوه، قال لك زدادكا نهار لي الصحافي في قطر قال له زدادكا، قال له قول والله لك فرشت عليها، عاود يا مدرب انت بيت بعد زدادكا. ما تجيش تقول لي باللي يقول والله لا تفرجت عليه، يلعب بطوله فرنسيه كاع الناس تفرجت عليه، كاع الناس تفرجت عليه. حنا على بالنا باللي المستوى الاول كيما عدلي كيما عوار كيما اي تنوري، على بالنا باللي ديك الوثيقه انت ما نجمتش تحرج الصديق تاعك وهو زتشي. انا الله يسهل عليك الله كيما يقول لك لا كي تاع احسن بيناتكم، بصح مشي على ظهر المنتخب الوطني، انا جهه تاع صداقه الله يسهل عليكم، بصح مشي على ظهر المنتخب الوطني، انتوما صداقه على ظهر المنتخب الوطني الجزائري وعلى ظهر يعني الشعب الجزائري الجماهير اللي تحب، ما عندهاش لي زانتيري، ما كاش لي زانتيري، حب المنتخب الوطني بدون لانتيري. خاطش كاين وحد اخرين راهم كاين اللي باغي بزاف، كاين اللي باغي من، كاين اللي باغي من، كاين اللي يخمم لازم ليكيب ناسيونال تربح من اجل شخص واحد على جال لانتيري تاعها. انا ما نحوش عليه، انا نربح نفرح، كي نخسر نحوس كيفاش خسرنا باش ما نزيدوش نخسروا. بصح انتوما كي خسرنا وخرجنا خروج البعير، خرجت البعير من كاس افريقيا، هذيك الصفقة اللي صفقتوها هي اللي خلات عطال دو يلعب تروا، هذيك هي الصفقة اللي صفقتوها هي اللي خلات عطال دو يلعب تروا. خسرنا امام غينيا استوائية صفقتو، هي اللي خلات لونترينير ما يخممش، دخل ايكيب اللي دات كوب دافريك كان خاص فيها قديورة، خسرنا بثلاثة، هي اللي خلات هذوك الصوالح، هذو الصوالح الزايدين، هاد الصوالح اللي نتوما زايدينهم، زايدينهم فوق الطاقة تاعكم، زايدين صوالح فوق الطاقة تاعكم، هي اللي خلاتنا نروحو نجيبو كوب دي موند، هي اللي خلاتنا نروحو نجيبو كوب دي موند، هي اللي خلاتنا نقارعو لتونس تقصى باش نروحو حنايا، هي اللي خلاتنا خلاتكم خلاتكم تقارو الدحمان الكوافير ومخنث ويغسل الكلاب ومشاكره اللي ما تعرفوش نتوما، مشاكره نتوما ما تعرفوش، مشاكره قادر يعني يقولكم انا يتبنى النبوءه، يعني يهدر بالنبوءه يهدر بها نورمال عادي، يقولكم انا نبي راه يطيح عليا الوحي،
انتوما ما تعرفوش مشاكرة، ما تعرفوش. انا كي شفت الناس تبع مشاكرة مأمنة فيه قلت انا هادو جدد ما يعرفوش، بصح لي يعرفوا مشاكرة ويعرفوا تاع المقروط، الناس اللي تعرف المقروط وتعرف مشاكرة يعني بزاف صوالح، كاين بزاف امور هذه هي.